السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا توتي ودي قناتي، لو اول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. النهاردة هنعمل مخبوزات شكلها شيك جدا، طريقة التشكيل بتاعتها سهلة قوي، مقاديرها اقتصادية، طعمها حلو قوي، ينافس المحلات. جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي التفاصيل. هبتدي اول حاجة بالعجينة. عندي نص كوباية من اللبن، نص كوباية من المية، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة من الخميرة. هضيفهم على السوائل واقلبهم كويس جدا. السكر هيساعد الخميرة انها تنشط وتخلي العجينة بتاعتي تختمر بسرعة. دوبت السكر كويس، هضيف ربع كوباية من الزيت. انا مش هستخدم بيض، مش هستخدم زبدة. العجينة اقتصادية جدا لكن في نفس الوقت هشة وطرية وطعمها حلو قوي. هقلب السوائل كويس جدا قبل ما اضيف الدقيق. انا عايزة السكر يدوب والخميرة كمان تدوب. بعد كده هبتدي اضيف الدقيق بالتدريج، وضفت كمان ذرة من الملح، وهبتدي الم العجينة بتاعتي. انا هلمها الاول بالمعلقة، بعد كده هعجنها بايديا لحد ما احصل على عجينة متماسكة، وسبتها كمان عشان تخمر. وده كان شكلها. بدأت اقسم العجينة بتاعتي بحجم وحدة المخبوزات اللي انا عايزاها، يعني انا عاملة المقاس بتاعها وسط، مش صغير قوي ومش كبير. وفي نفس الوقت انا علشان التشكيل بتاع العجينة بتاعتي يبقى كله مقاس واحد، انا هستخدم غطا البراد. زي ما انتوا شايفين كده بقطع بيه العجينة، فكده الوحدات المخبوزات بتاعتي هتبقى كلها مقاس واحد. هبتدي بقى اكمل تشكيل العجينة. هتني الدايرة اللي انا عملتها بالنص، بس مش هضغط عليها علشان ما تلزقش، وهبتدي بالسكينة اعمل فيها من الجناب فتحتين زي شكل المثلث كده، بس مش كامل للاخر. هفتح العجينة بتاعتي وهفصل اي اجزاء كانت لازقة علشان لما اجي اتني الحراف تتنى معايا بكل سهولة. بحرف السكينة كده بسلك العجينة، وهبتدي احط فيها الحشو. انا هحشيها بالجبنة، انا استخدمت جبنة كريمي بس مش الدوبل كريمي، الدوبل كريم هتبقى سايحة قوي، جبنة كريمي. بعد كده هبتدي اتني العجينة، هجيب الناحية اليمين على الشمال والناحية الشمال على اليمين عكس بعض، وده اللي هيديني الشكل الجميل للمخبوزات بتاعتي. بظبط بقى الشكل بتاعي وهبتدي ارصها في الصينية. الصينية انا دهنتها بفرشة كده بمسحة من الزيت عشان اساعد ان القاع بتاع المخبوزات بتاعتي يحمر وفي نفس الوقت ما تلزقش. وده شكلها. لو انت هتخبزيها في صينية تيفال مش ضروري تدهنيها، هي كده كده مش هتلزق. عايزة اوريكم الشكل من قريب تاني انا بعمله ازاي. شايفين عشان العجينة اتعجنت كويس ومرتاحة بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي. وبغطا البراد بتاعنا عملت الدايرة. الزيادات اللي انا هشيلها دي هجمعها وفي الاخر هفردها واقطعها تاني واشكلها بنفس الشكل. تنيت الدايرة على النص، وابتدي من الحرف بقطع يمين وشمال مثلث كده بس مش كامل لحد فوق. بفتح العجينة وبسلك بقى الأجزاء اللي لازقة علشان لما اجي اتنيها تتنى معايا بكل سهولة. العجينة سهلة جدا واقتصادية وفي نفس الوقت هشة وحلوة، والتشكيل سهل جدا وبيديني شكل جميل جدا هتشوفوه في الآخر شكله حلو ازاي. انا بحشي بجبنة، ممكن تحشي نوتيلا، ممكن تحشي مربى، الحشوة اللي انت حباها استخدميها. انت ممكن من نفس الشكل او من نفس العجينة تعملي نوع حلو
ونوع حادق، ممكن يبقى نوع نوتيلا او مربى، ونوع تاني جبنة. بصوا بقى، انا هاتني الاطراف زي ما انتوا شايفين كده، بجيب اليمين على الشمال والشمال على اليمين عكس بعض، وده اللي بيديني الشكل الجميل للمخبوزات بتاعتي. وبظبط بقى الشكل بتاعها، ولو الجبنة يعني مش متوزعة صح برجع اعيد توزيعها تاني بحرف السكينة كده، وده الشكل النهائي ليها. انا هخلص بقى وحدات العجين كلها بنفس الشكل، وهبتدي ارصها على صينية الخبز عشان نخبزها مع بعض. شايفين ده المجموعة اللي انا شكلتها معاكم. هبتدي ادهن الوش بتاعها ببيضة محطوطة على نص كوباية من اللبن وربع معلقة من الخل. دهان البيض دوت هيديني لون جميل ولمعة للمخبوزات بتاعتي، وفي نفس الوقت هيثبت السمسم. انا هرش سمسم على المخبوزات بتاعتي، فده الطبقة اللي هتمسك السمسم، لان احنا لو حطينا سمسم على العجين كده على طول بعد الخبز هتلاقيه واقع كله في الصينية. ففايدة البيض دي هتديني لمعة ولون، وفي نفس الوقت هتثبت لي السمسم اللي انا بحطه. زي ما انتوا شايفين كده، بحط بقى على احراف العجينة، ما بحطش على الجبنة. بعد ما اخلص حط السمسم هسيبها بس 5 دقايق كده لحد ما الفرن يسخن، عايزاها ترتفع شوية، وهدخلها على الفرن درجة حرارة 170، عرف في الاوسط لحد ما القاع يحمر. بعد كده هشغل الشواية عشان احمر الوش، يديها لون ذهبي جميل كده. ودوقي احلى مخبوزات. لو انت لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، ولو انت جديدة على قناتي مطبخ توتي اشتركي فيها، وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها. شايفين المخبوزات بتاعتنا بدأ شكلها يبان، ولما تتخبز كمان هتبقى اجمل واجمل. وصفة جميلة قوي، تنفع في الفطار وتنفع في العشاء، وتنفع سناك للاولاد، وتنفع كمان في اللانش بوكس للمدرسة. هخبزها، واول ما تطلع من الفرن هسيبها تهدى شوية، بعد كده هقدمها في طبق التقديم وهوريكو شكلها. شايفين بقى لونها جميل ازاي وشكلها حلو قوي ازاي. يعني الوصفة دي انتي تنافسي بيها مخبوزات الافران. شايفين الشكل جميل ازاي، واخد لون ذهبي جميل علشان دهان البيض باللبن والخل اللي احنا دهنناه، وفي نفس الوقت شايفين السمسم ثابت مكانه ازاي. وصفة جميلة قوي، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. شفتوا بقى غطا البراد بيعمل حاجات حلوة ازاي. شايفين بقى القاع بتاعها كمان احمر ازاي عشان احنا دهنا الصينية مسحة كده من الزيت. المخبوزات طرية جدا، ممكن تحتفظي بيها في الفريزر وتخرجي منها وقت ما انت عايزة، تسيبيها في درجة حرارة المطبخ او تشغلي الفرن وتدفيه وتحطيها فيه، هترجع كأنها فريش لسه عاملاها. انا دقتها كان طعمها حلو قوي. استخدمي كمان نوع جبنة كويس هيديكي طعم احلى للمخبوزات بتاعتك. شايفين الجبنة اللي ورا ديت، انا رشيت عليها رشة من حبة البركة. حبة البركة على الجبنة بتدي طعم حلو قوي، وعلى فكرة حبة البركة بتعلي المناعة. يعني يا ريت في الايام اللي جاية دي واحنا داخلين على الشتاء دخليها في وصفات كتير، علشان داخلين بقى على برد وكده، فوصفة هايلة جدا وفوائدها كتير جدا. الحبة البركة كمان في المخبوزات بتدي طعم حلو قوي، بس انا المرة دي حطيت سمسم. في مخبوزات تانية هنزلها لكم قريب ان شاء الله حطيت فيها حبة البركة. شايفين بقى الوصفة بتاعتنا بعد ما خلصت جميلة جدا. في كام نقطة بس عايزة اقولك عليها قبل ما انهي الفيديو. استخدمي دقيق مخصوص للمخبوزات، خمري العجينة بتاعتك كويس، اتأكدي من صلاحية الخميرة. رشة السكر بتفرق جدا في التخمير، هتسرع التخمير وفي نفس الوقت هتساعد في تحمير المخبوزات بتاعتك بعد ما تخبزيها. كمان التخمير انا خمرت مرتين، خمرت قبل التشكيل وخمرت بعد التشكيل، والتخمير بيدخل هواء للعجينة، فده اللي هيدينا هشاشة وطراوة للعجينة بتاعتنا. العجينة اقتصادية لكن طعمها حلو قوي، جربوها، واللي يجرب وصفتي وتعجبه يدعيلي دعوة حلوة.
شايفين بقى من قريب شكلها جميل ازاي. الوصفة دي بتنفع في الفطار وتنفع في العشاء، وزي ما قلت لكم سناكس الاولاد او في اللانش بوكس، وتنفع لو انت عاملة عشاء معجنات. وصفة جميلة قوي وتشرف وشكلها حلو، وتنفع كمان لو انت عاملة عيد ميلاد تعمليها كصنف من المخبوزات اللي بتبقى على السفرة، حاجة تشرف بصحيح، واللي هيشوفها مش هيصدق انت عاملاها في البيت، هيقولك انت شارياها جاهزة من شكلها الجميل وطعمها الاجمل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، انتظروني في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.